والله انتو نخبة الأمة، والله انتو عزنا، وانتو عزوتنا، وانتو دلالنا. وبقتبس من نجيب الرئيس، الشاعر نجيب الرئيس، اللي بيقول: يا ظلام السجن، يا ظلام السجن خيم اننا نهوى الظلام. هذه رسالة الأسرى لكل واحد فينا. جماعة ما بيخافوا الظلام، ما بيخافوا الجوع، ما بيخافوا ذل المستعمر وإذلاله إلهم ليل نهار. يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطناك شبابا لا يهابون المنون. آه والله أسرانا لا يهابون المنون، لا يهابون الموت أبدا. قد هبطناك شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما، واتخذنا الصدق دينا. أيها الحراس رفقا، واسمعوا منا الكلام. هذا كلام الأسرة، هذا لسان حال الأسرة، لغتهم، جأشهم، نبرتهم، زئيرهم، كالأسود دائما حتى وهم جوعة بأمعاء خاوية، لكنهم دائما أسود الأمة. أيها الحراس رفقا، واسمعوا منا الكلام، متعونا بهواء منعه كان حراما. لست والله نسيا ما تقاسيه بلادي، فاشهدنا يا نجم أني ذو وفاء وودادي. يا رنين القيد زدني نغمة تشجي فؤادي. يا رنين القيد، يا رنين الأغلال، الأغلال في أرجل الأسير وفي يدي اليسير، خاصة أسرانا في الحجز الانفرادي. يا رنين القيد زدني نغمة تشجي فؤادي، إني في صوتك معنى للأسى والاضطهاد. لم أكن يوما أثيما، لم أكن يوما نظاما. والله لم أكن يوما أثيما، ما كنت يوم خاطئ، لم أكن يوما نظاما، إنما حب بلادي في فؤادي قد أقام. أقمتم حب الوطن يا أسرانا، أقمتم كرامة الوطن يا أسرانا. والله ما عدلنا كرامة إلا أنتو، والله ما عاد في هالوطن كله كرامة إلا من خلالكو أنتو، لأنه قضيتنا صارت في العالم كله قضية شعب مديون للبنوك، بده رواتب، بده قروض، شعب تحت وطأة الإضرابات، تحت وطأة الاعتصامات، تحت وطأة الضرائب، تحت وطأة الاحتلال وجوره ونكده وظلمه وزوره. هاي قضيتنا الآن أمام العالم. أما أنتم بقيت بسببكم، بسببكم فقط قضيتنا لسه بتقول: أنا شارع بدي نبض، أنا شارع بدي تحرير، أنا مواطن بدي أتحرر، بدي سيادة، بدي أرضي، بدي أجوائي، بدي مواردي، بدي إمكانياتي، هذا حقي، هذا موطني، هذا إلي مش إلك يا مستعمر. بسببكم أنتو لسه العالم بيعرف أنه في احتلال، بسببكم أنتو لسه في عنا ذرة من الكرامة، بسببكم أنتو إحنا نسيناكو، والله نسيناكو. واللي بيقول غيرك بيكون كذاب وبكون ما بيحكي الصحيح. إحنا نسيناكو وما أعطيناكو حقكم. إحنا اللي بنركب الفور باي فور، وأنتوا اللي بتاخذوا المؤبدات بالفايف وبالفور، معناته نسيناكو. اتخسى الابتسامة من غيركو، وتخسى الضحكة من غيركو، وتخسى الفرحة من غيركو، لأنه أنتوا كرامتنا، وأنتوا هيبتنا، وأنتوا أسود الأمة، أنتوا نخبة الأمة يا أسرانا الأبطال. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة من برنامج ملف الرقيب، هذا طلعت علوي، يحييكم.